نوميديا انا تعجبني نوميديا، درتها فيلمان وخلاتني فيلمان وسمعتها وهي فيلمان كلش فيلمان يا رب زين فيلمان. شوف شوف اللي يسحب له الجزائر ما فيها والو، ها انت تشوف، ها انت كما تشوف شارك الحجر، راني شوف لي غير الزين اللي راه في الوسط، ها الفنانه الجزائريه ديالنا عاد روح لا كليتي السويد يا فات منها الا شاف هذا الكليب هذا غادي يكره ايامه، يقول فوت حياتي كامله في السينما واجي صورت هنايا ما نهضروش عليها. عليك ما صبرت وزاد هبالي ويقول رساني تمني زيك جيتي بالا حضور أناقة جمال حضارة تراث اجمع ليا وزيد 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 على ذلك. اخوان ديالي اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم، مرحبا بكم عندي وانا مرحبا بيا عندكم، اتمنىكم تكونوا في صحه جيده دائما وابدا. اخ معكم عادل بندحو في قناه عادل بندحو، ان شاء الله اليوم غادي نديروا ديسك، غادي نديروا تراك، يعني ما قبل التراك اللي درتو انا في لا رياكسيون انت الفنانة الجزائرية، وهذا شكر واعتزاز وفخر للفنانات الجزائريات والمرأة الجزائرية بطبيعة الحال على العموم. كما قلت لكم درت لكم ديجا لا رياكسيون على نوميديا الجزائرية، نوميديا الفنانة نوميديا في لامان وحقق واحد النجاح في لي ريزو سوسيو قبل ما تحطوه في كيقولوا كاع في اليوتيوب، وكذلك التراك هذا اللي صافي ساكم وانا كنت عندي دي بروبليم، ولكن دائما هي مي كتحط واحد التراك او فيديو او كليب عندها لي فان ديالها وعندها معجبين ديالها، وزيد على ذلك ان كتاخذ الوقت باش تعطيك واحد الحاجه فيها الجوده فوالا سانك، يعني في لامان هذه 5 شهور باش دارت في لامان اخر كليب ديالها في لامان، وقعدت 5 شهور باش جابتنا هذا التراك الجديد اللي سميتو حي عليا. فوالا كنعرف انا الفنان مي كياخذ الوقت ديالو يعني يعني في واحد الهدوء التام بعيدا عن الضجيج وهذه وكذا، كيجيب لنا 100% كيجيب لنا حاجه زينه. فوالا وغادي نمشيو نشوفوا، قبل ما نمشيو نشوفوا ان شاء الله هذا التراك هذا، ماذا بكم ماذا بكم الاخوان ديالي، هذا الطلب وليس امر دائما كنقولوا، وسيرتو لهذوك الفئه اللي شويه فيهم تطرف فكري، والله احنا لي زالجيريا احنا والله المغربيين الدلابوني والله بربي لا ابارك عليا، هذه هي الهضره تاع لي المتطرفين شويه، وكاين الناس اللي الله يعمرها سلعانا كنعرفهم لي زالجيريان، راني كنعرفهم الاخوان ديالي كنعرف الناس ملاح والاغلبيه ديالهم عاشتهم لا في الجزائر وانا هنايا وعندي لا فامي ديالي وجده ديالي جزائريه بطبيعه الحال حتى هي، علاش هذاك الشكل كنحيج المراه الجزائريه لانها خالتي خوالاتي كاملين لي زالجيريان. فوالا نمشيو ما نطولش عليكم الاخوان ديالي، مرتوني مرتوني من جيت تتفرجوا في يوم ما كاينش لي زابوني، هذا هو قناه بدون دعم راه ما كاين والو فوالا ومن حقي نطول عليكم دابا في لانطرو، ما نمشيوش نتفرجوا الديسك ايوا يبقى الحال ديالي الاخوان ديالي، كيفاش يتفرج فيا القناه لي فيو 700 6000 8000 12000 10000 وتلي لقى واحد 5 ابوني ما يمكنش ما لا يعقل، يعني عجبك التراك ديالي ولكن هذيك شويه هذيك ديال هذاك شويه كما قلت لكم من فوالا فوالا انا معزوره وطارت بربي مغربي ما يديها لا لداكو، حنا دائما خوا خوا وناشطين وضاحكين، نمشيو من بعد هذا الانترو وان شاء الله ما غاديش نطول في الديسك لان طولت في الانترو، يعني تعمدت انني نوصل الميساج، احنا راه خوت الاخوان ديالي جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فوالا ما ينفعك علام ما ينفعك عسكر ما ينفعك مالك رئيس لحمص في الدنيا، حاجه وحده اللي تمنعك هي الوالده الوالده، وفي الاخره الله سبحانه وتعالى ديها من عندي هذه وسمعها مليح عبا من بعد الانترو. نمشي ونبدا على بركه الله. ايبا نوميديا انا تعجبني نوميديا، درتها في لامان وخلاتني في لامان وسمعتها وهي في لامان كلش في لامان يا رب زين في لامان، تلقى لي البارود احي عليا ديجا ديجا كيما راكم تشوفوا يا ولي شوف، سمحوا لي استسمح هذه المصيبه فوالا
ديجا الكليب شوف البدايه ديالو الصوره شوف الصوره شوف كيقولوا المناظر الخلابه نتاع نتاع الصحراء الجزائريه فوالا شوف ما تقول انت غير كان كليب السويد كان هنايا فات من هنا دارو الفيلم تاع لو بوي وتريول ومانيش عارف فوالا دوك الافلام ديالو القدام فوالا كاع تفرجت من كليب السويد والله الا فيلم هنا يجي كوبوي ما نهضرش عليه احسن هنايا والله الا عندهم الا تقول كاع لي زاميريكان انا ننصحهم يجيو يديروا افلام هنايا هذه ما نهضرش عليها مناظر ما نهضرش عليها والله مناظر ما نهضرش عليها نبداو على بركه الله الطب على الاخوان ديالي بلاي 1 2 3 4 فيفا لالجيري لو ميم ستيل بحال لو ميديا بحال فيلمان دخله ديال شوف تبارك الله حي عليا من عمي حي عليا ويلي الكليب يا ربي سيدي والكليب فين غيديني وفين غادي يجيبني هذا فيلم هذا كليب سياحي هذه تمنظر لي خضر عويناتك شوف اللي يسحب له الجزائر ما فيها والو ها انت تشوف ها انت كما تشوف شارك الحجر راني شوف لي غير الزين اللي راه في الوسط ها الفنانه الجزائريه ديالنا عاد روح للجمال الطبيعي والجمال كي يقولوا له النسوي اويلي بص الشام اللام خلتني وحدي في الظلام تسكت شو ما فيتو وبيبي فصلت النومي ساج افكروني في الايام تسكت شو ما فيتو وبيبي جم تيزيك جيتي بان جيتي توتا توا واه توتا موا فوالا تي بيل و تري بيل و منظر مانيفيك مانيفايك بالانجلي مانيفايك يا اخوان الجوي مانيفايك والله الا بربي لا زينه بالحلو زينه ديجا قلت لكم درت لها فيلمان روحوا تفرجوا ان شاء الله راني حطيت راه غادي نوريكم كي قلت الرياكسيون ديال فيلمان حطيته هنايا و حتى هو داك لا رياكسيون القاص الاحسان من عند المتفرجين فوالا كيما قلت لكم شابه واعره ما نهضرش عليها حنا نقولوا زينه ما نقولوش شابه بالجزائريه مي حنا نقولوا زينه واعره حبيبي تبيان just que les autres n'ont pas tu me disais que j'étais belle j'étais toute à toi حبيبي تبيان just que les autres n'ont pas حي عليا صوت واحد الصوت عندها يا اخي ما نهضرش يا اخوان ديروا لي الصوت عندها ما نهضرش عليها الصوت ولا اروع الصوت واعر ما فوالا انا علاش شوف انا القناه ديالي تدخل لها تلقى لي ديسك غير اللي عندهم الاصوات زينين اللي يهضروا في مواضيع مزيانه الراب في الراب كذلك تلقى في السياسه في الاجتماع في كي يقولوا المواضيع الاجتماعيه السياسيه الثقافيه الحضاريه ها انت تشوف الحضاره الاخوان ديروا لي الجبال الشامخات الشاهقات يا با واش رانا حنا نزعقوا هنا ولا واه يا با باس لا كليتي السويدية فات منها إلا شاف هاد الكليب هذا غادي يكره أيامه يقول فوت حياتي كاملة في السينما ما جيت صورت هنايا ما نهضروش عليها فوالا في إطار الضحك والنشاط مناظر خلابة صراحة مناظر ما نهضروش عليها يعني من القلب الخالص شوف الصحراء الجزائرية كيفاش دايرة والتراث الجزائري في اللباس في كيما نقولوا يعني في الثقافة الجزائرية شوف الصحراء ما نهضروش عليها صراحة كي نتفكر دوك الليالي وحدي ندوي في حالي ميطون أموري تكمي غاش عليك ما صبرت وزاد هبالي ويقول رسالي تمني زيك جيتي بالا جيتي توتا توا حبيبي تميان جاسكو لي زوت نوبا تمني زيك جيتي بالا جيتي توتا توا حبيبي تبيان جاس كلي صوت نوبا حي عليا جولي تبلي قلبي شو بانسا توا حي عليا
حضور، أناقة، جمال، حضارة، تراث، اجمع عليا وزيد 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 على ذلك. الكليب كيجمع كلش، كيجمع جام كامل الأوصاف، الكليب والأغنية والصوت والجمال كامل الأوصاف، والتاريخ، تاريخ حضارة تراث. كتشوفوا التراث كيفاش داير ديال الصحراء الجزائرية، كيفاش دايرها، اللبس ديالها، ثقافتها، فوالا. هادو هما الكليبات الإخوان ديالي، علاش ما نديروش بحالهم؟ لا كاين، ماشي ما كنقول ما كاينش، ولكن حاجة قليلة خصنا دائما نشوفو. يعني كنتكلم على جميع الدول العربية، طونسيو باش نكونوا واضحين، راه ماشي دارت كنشكر في هذا الكليب هذا، يعني راه هو كيما نقولوا يعني لو سول، راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن حاجه قليله. جميع كاع اي بلد وعنده فنان ديالو اللي كيهتم كيما يقولوا كيوصل الثقافه ديال البلاد ديالو. فوالا هذه انا نشكرها، وجزائرية حره اننا كتوصل قبيليه بطبيعه الحال، كتوصل ثقافتها بطريقه فنيه وواحد الجماليه، يعني صراحه يعني فنانه كامل الاوصاف كما يقولوا، كامله الاوصاف. ابا حي عليا، انا قول جمال، حضاره، مزيج ما بين الحضاره الغربيه والتراث الجزائري. الله يعطيك الصحة السفيرة هذه. أنا بالنسبة لي سفيرة، سفيرة يعني كتوصل سفيرة ديال الثقافة الجزائرية، تاع التراث الجزائري. يعني صراحة يعني الفنانين اللي كي 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 كيما يقولوا كيما نقولوا لها يا ربي، كيهتموا بالتفاصيل ديال الكليب. الفنان اللي يهتموا بالتفاصيل ديال الكليب يعني راه باغي يوصل ميساج واضح. ولا بلادي، ها هي بلادي الزينه الاخوان ديالي، اخ ولا حل عليك مليح، بركة ما تهضر بلا 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 بلا. هادو يتفرجوا له الناس اللي فيهم بلا 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 بلا، الجزائر ما فيها والو، تفرج عاود كذلك لي زاجيرا يقول لك المغرب ما فيه والو، كاينين الكليبات عاود يقول لك ها تفرج مع روحك، ها الثقافه، ها التقاليد، وكاي بلاد تونس كذلك. فوالا يعني الكليبات هادو يبلعوا الفهم نتاع جميع هادوك اللي كيشتتوا يفرقوا. فوالا السياسه تاع اليهود، فرق تسد، هذه هي في لي ريزو سوسيو، فرق تسد. فوالا وحنا دين واحد، فوالا هذا هو المشكل فينا حنا، الدين هذا ما عرفهمش علاش ما جمعناش. هذا سؤال وجيه يا اخوان ديالي، طلعوا لي في رواحكم. كما قلت لكم كليب في المستوى، الصوت كي يقولوا الباحة عندها واعرة الطوب، لان شي خطر كتبقى المزيج ما بين لا ميلودي ديالها فيها واحد شويه المزيج كيما نقولوا الراي والبوب، يعني شي خطر تقول ترك الدخله ديال خالد حسني عاود، يعني الراي و المهم كاين واحد المزيج هنايا. فوالا ما بغيتش ندخل في التفاصيل، باش ما نوقعش في الغلط، وقع ولات زلت اللسان. بعض المرات كنهضر بالخف وكا بالعفويه، كيكونوا لي زلت اللسان وفي التعليق كيبقاو يحاسبوني. لا راه سميتو كذا، واحد المره انا وقع لي مشكل ديال اخر مره، ماشي يلاه غير واحد جوج سيمانات ديال الدوبل كانو، وقلت ديدين كانون غلط، يعني راكو عارفين يعني كاينه القافيه وكاينه كيتشابوا الاسماء، تشابوا كانت مي كتهضرب واحد العفويه وبالخفه هكذا كيكون غلط. نسيت اني هذا غير زلت لسان. كيعطوك دروس في التعاليق، كيجي بنادم كيعطيك دروس. فوالا الكليب كامل انا ندير عليه راكس فوالا مليحه، ونهضروا مليح وزين، ونديو معلومات، وكنتواصلوا ما بين اللي كيتفرجوا معنا. كيجي واحد في التعليق يقول لك ما سميتوش ديدين كانو، سميتو دوبل كانو. فوالا مع من تهضر السيد كامل، بحال واحد نقول لكم واحد الحجه، بحال واحد مشى للحج وحج والمسائل، فوالا ودار العمره ودار المسائل ديالو وجا، ومن رجع للدار وخرج صافي وفوت الكفاره ديالو. المهم خرج للزلقه هكا، والناس على سلامتك تبارك الله عليك حجيت الحاج وهذا. واحد سقساه قال له كي جاك الحج زعما واش استفدت من هذا الحاج وكيفاش داير الحاج، وعطينا مثلا يعني الحج كي داير زين واش ماشي زين وهذا. وهذاك اللي حج واش قال له؟ قال له عندهم واحد سيدي البن، واحد سيدي البن واعر
السيد مشى حج كذا ومنا تفكر غير الابن هذاك الشيء كامل طواف الإفاضة والوقوف بعرفة والصفا في الصفا والمروة هو غير الابن السيد سقساه باش يقول له كيفاش الصفا والمروة كيفاش هذه وهذه 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 آه قال له واحد عندهم واحد سعودي واحد سيدي البن كيما قلت لكم هذه راه غير بحال تشبيه وصافي دير انت كليب كامل دير عليه لاكسيون في تالي واحد يقول لك ماشي ما اسموش هكا اسمو كذا انا نزلت لي سال خطا انا كيوقعوا اخطاء بزاف لا رياكسيون مي كيكونوا زلت لسان فوالا ماشي عن قصد انا مي تشوف المينياتور وتدخل الفيديو كامل غادي تلقى بالله راه قلت يعني العكس اللي قلت زلت لسان اخوان ديالي ما نطولش عليكم تبارك الله عليكم ونشوفوكم في ديسك جديد وتراك جديد تهلاو لي في روحكم وتحياتي.